هاي ماي جايزات، مرمراتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده. طبعا جايز، النهارده بصوا هنتكلم عن حاجه صراحه. يعني بصوا، انا مش عارفه اقول ايه بجد. ماشي، انا اسفه على تغير درجه الصوت اللي عندي، ولكن يا جماعه بصوا بجد، يعني حاجه جدا مضايقاني، فصراحه لازم اعترف لكم. تمام، ف اسمعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل حاجة، ما تاخدوش الفيديو من اوله وتمشوا وفي الاخر تصدموني انا. تمام. المهم جايز، بصوا، معظمنا او كلنا طبعا يعرف ان انا عندي متجر. تمام، انا معايا متجر في امتو، ببيع فيه الاسلحة بتاعتي اللي انا جايباها. تمام، بجيبها منين؟ بجيبها سواء بشتريها منكم انتم، وطبعا يعني في ناس كتيرة اوي شاهدة ان انا بشتريها من متابعين. تمام، وكمان بشتريها اسمه ايه ده، مقابل نشر. يعني مثلا اجيب نشرات والناس تديني مقابل. تمام، وكمان ممكن ابدل، سو برضو كمان ممكن يجي لي هدايا. تمام، فدي الطرق اللي بجيب بيها الجلديات. تمام، فيا جماعة اول حاجة يعني هوريكم الاول جلدياتي. تمام، يعني دي جلدياتي، ماشي، ودي جلدياتي اللي حطاها في المتجر. تمام، فكده احنا وصلنا لنقطة كويسة. في بقى النقطة اللي معظمكم ما يعرفهاش، انه بعد ما خطوة اللي انا عندي متجر، وانتوا الناس بتشتري، يعني ناس كتير اوي بتشتري مني، وحرفيا ثروتي كلها من المتجر. يعني في بدأت تطلع اشاعات اللي انا سرقة. تمام، يعني انا اللي انا بسرق، اللي هو مش بسرق الناس اللي بتشتري مش بديها، لا، اللي انا بسرق الاسلحة اللي انا ببيعها. تمام، وببيعها للناس وبديهم، يعني مش عارفة ليه مش بسرقهم. طب انا اقدر اسرقهم برضو، الناس اللي يعني بتشتري اقدر ما اسلمهمش. تمام، ويقول عليا ان انا مش ثقة. تمام، اقدر اعمل كده. بس يعني يا جماعة، انا مش عارفة انتوا فهمتوني ولا لا، ولكن يا جماعة يعني هدخل لكم في الموضوع على طول باختصار. في كتير قوي كومنتات، انا صراحة مش عارفة الكومنتات دي من حسابات فيك يعني، ولا مش عارفة صراحة، يعني إيه مش فاهمة هما مصدرهم ايه. تمام، ولكن يا جماعة الناس دي بيجوا يقولوا لي في التعليقات ان انا سرقة وسرقت الاسلحة بتاعتهم. طبعا اكيد مش هحط لكم الكومنتات بتاعتهم. تمام، بس انتوا تقدروا تشوفوا في الفيديوهات الشورت، دايما دايما ببلكم. تمام، انا ما عنديش، يعني ما عنديش، فاهمين، ما عنديش قلب، او ما عنديش سو يا عليكم جايز، اكيد مش هرد على بتاع مثلا 15 تعليق في فيديو عشان اثبت لهم ان انا ثقه مثلا، او ان انا انتوا مين اصلا، او انتوا تبع مين. تمام، اكيد مش هقول لهم، مش هرد، اكيد هعمل لكم بلوك. تمام، فيا جماعه معروفه ان انا يمكن اكتر حد ثقه، اكتر مشهوره ثقه فيهم كلهم حرفيا، الحمد لله. يعني حتى بصوا، اكيد شفتوا كلكم فيديو سنايبر، يعني جربت سنايبر ورجعته تاني في الفيديو، فانتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ يعني انتوا حرفيا يا جماعه الحمد لله ان المشوره الوحيده اللي ما طلعتش عليا اشاعات ان انا سرقت، سواء الاشاعات دي اللي طلعت على مشاهير صح او غلط ماليش دعوه، بس الحمد لله انا اسمي ما تشوهش في الحاجه دي. تمام، سواء سرقت ما سرقتش، يعني يا جماعه انا مش فاهمه اصلا، انا سواء كنت مشهوره او ما كنتش مشهوره، بس لو كنت ببيع في متجر فعلا حتى لو ما كنتش مشهوره، مستحيل مستحيل اسرق. يعني السرقه دي حاجه مستحيل، يعني هي بصوا حاجه يعني ما تربتش عليها اصلا. تمام، سواء بقى عارفة انا مشهورة مش مشهورة، الناس عارفيني، سمعتي هتضيع لو سرقت، لا، دي حاجة ملهاش دعوة. تمام، انا ممكن ابقى مشهورة وبسرق، في ناس كتير قوي بتسرق مشاهير. تمام، فده مش مقياس سواء انا مشهورة او مش مشهورة. انتي يا مريم بتسرقي، لا، ده ملوش دعوة. تمام، فيا جماعة بس حبيت برضو اوضح لكم ان السرقة دي، بصوا يعني بصوا دي حاجة، عارفين لو كنت في المستشفى بموت وحد اشترى مني لازم اضيفه واسلمه. تمام، دي نقطة. تمام، يعني دي نقطة كلنا متفقين عليها، والحمد لله متابعيني شاهدين، اسألوا كل الناس اللي اشتروا مني شاهدين، الحمد لله، حتى التأخير مفيش، الحمد لله. يعني بس يا جماعة الحاجة اللي انا عاملة في فيديو عشان هي الحاجة اللي شغلالي بالي اصلا، يعني انتوا ايه اللي خلاكم بتكتبوا كده، او الناس اللي بتكتب لي تعليقات زي كده، انتوا شفتوا مني ايه؟ يعني انا عملت لكم ايه مثلا عشان يعني عشان تقولوا لي ان انتي سرقتي؟ طب انتي سرقتي، طب انتي معاكي دليل، او انت معاك دليل انا سرقت؟ انا معايا مصورة فوق ال100 دليل اللي انا، يعني فوق ال100 دليل اللي انا معايا. الحمد لله مش بسرق. تمام، والحمد لله، يعني بس طبعا مش منزلاهم، يعني حرفيا منزلة 50 يمكن، بس عندي كتير قوي بس مش بنزله. يعني تمام، انتوا لو عايزين انزله هنزله في شورت عادي يعني. تمام، المهم
يعني انتوا شفتوا مني ايه وحش عشان تقولوا عني اللي انا سرقت؟ شفتوني سرقت بجد؟ انا مش فاهمه وجهة نظركم. مثلا انتوا مخربطين مثلا في الكومنتات، مش فاكرين مين اللي سرقكم، فاكرين عندي في قناتي بالغلط ولا ايه؟ بجد يعني ليه انا عملت لكم؟ يعني بجد بعملكم احسن معامله حرفيا. يعني طبعا مش الكلام ده مش لكل المتابعين، بتكلم للناس اللي بتقول كده. حرفيا انا بعامل الكل زي بعض، ما بش يعني ما اللي هو مش بفرق عن متابعين، او مثلا مش برد على ناس وناس، لا كل اللي يحتاج رد برد عليه، وكل اللي اقدر ارد يعني كل الناس اللي اقدر ارد عليها برد عليها، تمام؟ فاللي هو ما ظلمتش حد يعني الحمد لله، ما سرقتش حد، او مثلا ما شتمتش على حد، او حقدت على حد فيكم في يوم من الايام، او غلطت على حد او شتمته، تمام؟ فيعني دي برضو حاجة يعني لازم تكون كلكم عارفينها. فاللي هو انتوا يعني في ليه النوعية دي ليه بتكتب لي كده ليه؟ بجد بصوا انا مش هقول غير كلمة واحدة بس، انا مش مسامحة اللي بيكتبوا كده، تمام؟ لان حرفيا كل اللي بيكتبوا كده يعني ايه تأثيرهم عليا؟ هو مفيش طبعا اي تأثير غير ان هما بيحرقوا دمي. وكمان في ناس تانية بتبقى عايزة تشتري مني، بس بتشوف التعليقات دي اللي هو انتي سرقتيني، ترى حرام عليكي، بلغوا عليها، ترى هي سرقتني، كنت وعداني اللي هي يعني تشتري اسلحتي ب20 روب. فهي اللي هو يعني ازاي اصلا في اسلحه ب20 روب من عليك؟ طبعا دي لسه تعليق كنت لسه قاريها من شويه، بتقول فيه كان اللي هو انتي وعدتيني تشتري كل اسلحتي، فانا اديتك اسلحتي وانتي ما اديتنيش ال20 روب، حرام عليكي. فانتي من جد انتي من عليك بتكتبي كده؟ تمام خلاص معايا، خلاص انا سراقه يا ستي، سامحيني معلش. وبصي انا كل الحاجة الوحيدة اللي انا طالباها منك انك انتي تديني دليل اللي انا سرقت، نزلي دليل كده اللي انا سرقت، تمام؟ او نزل دليل اللي انا سرقت، مش انا سرقتك وسرقت الاسلحة بتاعتك اللي هي اصلا مش موجودة عندي، يعني نزلي دليل. انا مش عايزة حاجة غير ان هاتي دليل، مش انا عندي يعني عندي دايما ادلة اللي انا ثقة. اديني بقى لو سمحتي طلعي لي دليل اللي انا مش ثقة ان انا سرقتك، وساعتها بقى تقدري تتكلمي. واول ما تعملي كده اوعدك اوعدك يا ستي هعتزل. بصي خدي السنايبر، خدي اسلحتي كلها، خدي حسابي كله، بس نزلي لي دليل الاول، تمام؟ خليني اصدق الاول انتي بتقولي ايه. يعني يا جماعه انتوا مش متخيلين هتاثر عليا. مثلا ماشي سيبكم من حرق دمي اللي انا مثلا بيتحرق دمي لما بشوف تعليق زي كده، سيبكم من ده كله، بس هي برضو بتاثر على رزقي انا، تمام؟ هي دلوقتي لما مثلا يبقى حد عايز يشتري مني حاجه، ولكن متردد، مثلا خايف اسرق، خايف اطلع مش ثقه، يعني مش عارفني مثلا، ما شافش ادلتي القويه اللي انا نزلتها، تمام؟ سواء دليل السهم او السنايبر او ترجن، اي مثلا كانه ما شافش الحاجه دي، كانه اول مره يدخل قناتي، تمام؟ بيقرا التعليقات عشان يعرف هل انا ثقه ولا لا، هو الناس مثلا بتقول عني حاجه فهيشوف تعليقك ده. فتخيل رد فعله هتبقى ايه؟ يعني تخيل مثلا هيجي يشتري مني؟ اكيد لا، ده بالعكس ده هيديني بلوك كمان. فانت يعني ايه وضعك او ايه وضعك وانتي بتكتبي كده؟ انتي مش بتاثري عليا بس، يعني انتي بتاثري على سمعتي انا، على الناس بتشوفني ازاي، تمام؟ انتوا تعليقاتكم بتمثلني انا، تمام؟ عشان كده انا دايما بهتم بتعليقكم، ودايما برد عليكم واحد واحد، وبرد عليكم كلكم. وطبعا اخر حاجه حابه اقولها عشان نختم الموضوع، طبعا انا عارفه ومتقبله جدا ان انا كل ما تزيد شهرتي او كل ما يزيد نجاحي، دايما يعني لما مثلا بتزيد حاجه حلوه فاكيد بتزيد معاها الوحشه، تمام؟ يعني اكيد الايجابيات بتزيد فاكيد برضو في السلبيات، يعني مفيش حاجه اسمها ايجابيات بدون سلبيات، تمام؟ فانا برضو عارفه الموضوع ده ومتقبله، بس مش تيجي في حاجه ما حصلتش، تمام؟ يعني عارفين لو كنت بسرق بجد ما كنتش زعلت، بس انا يعني الحاجه الوحيده اللي انا حريص اصلا عليها في حياتي كلها اللي انا اتجنب الحاجات دي، تمام؟ فيعني الحاجة الوحيدة اللي حريصة عليها تيجي انت ويعني واللي هو خلاص تتهمني بيها، فانا يعني ايه لازمتي كده؟ مفيش حاجة حريصة عليها في حياتي خالص يعني، ولا ايه؟ ايه لازمتي انا كده في الحياة لما انت اتهمتيني او انت اتهمتيني؟ انا كده خلاص يعني راحت عليا، صح؟ المفروض دلوقتي يعني اللي هو ارمي نفسي يعني، ولا ايه؟ اوكي معلش يا جماعه، اسفه طولت عليكم في حاجه ما لازم، بس انا بجد يا جماعه حريصه جدا ما يطلعش عليا اشاعات في السرقه والحاجات دي. الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش اي اشاعه ظهرت عني، سواء بسرق او اي حاجه متعلقه بالحاجات دي، مش زي باقي المشاهير، تمام؟ سواء بيسرقوا بجد او لا انا ماليش دعوه، بس الحمد لله ما فيش اشاعات، تمام؟ ولكن حاولت اني يعني اتلاشى الموضوع ده، واني اخبركم يعني عنه على طول قبل ما الموضوع يكبر وتطلع عني اشاعات بجد بقى، تمام؟ فانا حاولت اتدارك الموضوع
قبل ما يفوت الاوان، فاهمني؟ سو يا مراميري، في النهايه انا مش مسامحه اي حد قال عني حاجه مش صح، فانا مش مسامحاك يعني لا دنيا ولا اخره، تمام؟ اذا انت بتتهمني بحاجه زي، انا مش مسامحاك، تمام؟ او مش مسامحاكي، سواء انت فيك او انت يعني حساب مزيف، تمام؟ فيابا يا جماعه، طبعا كل الاسلحه اللي شفتوها دلوقتي متوفره عندي في المتجر الا السهم والكاندي والسنايبر، مش ببيعهم حاليا، ولكن اكتبوا لي عروضكم للسنايبر بس يعني. سو اللي عايز يشتري اي حاجه يكتب لي في التعليقات ويشتري. وطبعا يا جماعه، الاضافه بعد الشراء، محدش يجي يكتب لي فيني عشان اشتري، انت يشتري وبعد كده انا هضيفك من جوجل من الموقع، تمام؟ وبعد كده هسلم لك او هسلم لك الطلب بتاعك عادي جدا وبس جايز، يعني حرفيا الموضوع سهل جدا، تمام؟ سو بس جايز، ده كان والله فيديو النهارده، مش عارفه اتوقع اطول فيديو عملته الفتره دي، بس كنت حابه ان انكم تعرفوا يعني الموضوع، وانكم ما تصدقوش اي حاجه في التعليقات وخلاص، وكمان ما تصدقوش اي حاجه على النت عامه يعني. وبس جايز، ده كان فيديو النهارده، و see you.